أميرة شوفوا عبينا المسبح بالبيت أول مرة أميرة بتعبي مسبح بالبيت قال بدها تضل فيه 24 ساعة أميرة شو هذا التحدي اللي جبتي مو صعب؟ لا مهما كان صعب؟ رح تسويه وشوفوا إنه المسبح كتير كبير فما بنقدر نعبيه مي شوفوا شو سوينا جبنا هذا الخرطوم الصغير وعم نعبيه ما عنا غيره صراحة هذا قديم ايه وصلنا من الحمام لهون أميرة وإمتى رح يتعبى يا ترى؟ ويمكن رح للمسا يتعبى ماما كان مي وقفت عن جد؟ ايه ماما تعبي أسبح شوفي المي لا عم تجي عم يجي؟ ايه بطيء أميرة شوفوا قديش الخرطوم نحيف اه معلومة عم نعبي مي سخنة لانه مي باردة ابدا ما منيح لأميرة هيك منيح؟ ايه اوكي شوفوا أميرة بلشت تسبح أميرة شو؟ بدك نظارات؟ لا سباحة؟ لا ما رح تبكي أميرة أبدا ما بتحب تحط وشها بالماء تعالي ماما أميرة اكتبوا لنا بالتعليقات أنتوا كمان بتخافوا من الدبان؟ شو ماما صرنا ساعة عم نطير الدبان هي وحدة بالبيت يمكن تنتين؟ هي وحدة بالبيت صرنا ساعة عم نطيرها أميرة لا تخافي منها ماما دبانة هيك قد هيك وإذا فاتت المي عادي خليها تسبح معك أحسن ما تسبحي لحالك لا ما رح تاكلك لا تخافي شفتوا لهيك ما فيني أخذ المسبح لبرا على البلكون وأميرة تسبح هنيك إنها بتخاف من الحشرات من الدبان لك حتى من الفراشة بتخاف أميرة في أكيد من الفراشة بتخافي منها تحطي نظارات ولا لا اوكي ما بدها بدك بطوطه ولا ما بدك ايه ترى ترى ها هي كمان ترى يلا سبحوا مع اميره شوفوا تقريبا صار اكثر من ساعه ولا هلا شو ما تعبت المسبح هذا قميص النجاة عادي هل تلبسه بدك تلبسيه ايه خدي هيك 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 سمك المي واميره بتخاف منه كيف لو فتي على البحر مين بيعرف يسبح؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. واخيرا الاميرة تجرأت وسطحت على ظهرها. ما عم تطير. يلا افتحي ايدك هيك اسبحي اسبحي هيك اعملي. ايوه هيك 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 هيك. ما عم تطير. لفيت حالي. اميرة كيف السباحة؟ ما عم لف حالي. عم تلفي حالك؟ ايه. يلا لفي. عم لفي لفي. لك وين رح تتعالي رجعي؟ صار وقت المواليد رح نعمل بس مواليد شوفوا المسبح صار مليان مواليد ايش؟ واو امسكيهم اميرة امسكيهم اميرة امشي ترى جبت هدول البوالين الصغار شوفوا هلا انا واميره رح نعبيهم واميره بتقدر تطقهم كمان شوفوا رح نحط الخرطوم هون خرطوم المي وهون هدول الصغار كلهم رح يتعبوا وبس نجي نسحبهم شوفوا لحالهم رح يتسكروا مربوطين ايوه بدون ما نحن نربطهم يعني تعالوا معي يلا شوفوا هذا هو خرطوم المي تعي يا اميره يتعبوا واميره رح تسحبهم استني اميره استني خلي تعبوا منيح خلي تعبوا منيح بعدين هم اسحبي خلي هاتي واحد كبير ها هلطر اميره خذي هذا السطل ايه ولمي لي كل هذول البوالين يلي هلا عبيناهم شوفوا كل وحده صارت بمكان بخلال دقيقتين اوكي رح تقدري ايه يلا واحد
2 3 بلشي يلا اميره يلا بلشي يا اميره 20 ثانيه 21 22 يلا عبيهم اوكي 23 ثانيه 40 ثانيه يا اميره لسه باقي معك وقت دقيقه ونص يلا 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 صل صل يلا لميون 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 روحي دوري عليهم روحي أميرة صار دقيقة وخمس ثواني لا ما خلص أميرة تغيري وراكي هون 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 شوفي ليك واحد هون دقيقة وعشرين ثانية خليني أقرب للسطر خلي يا أميرة ليك أقرب للسطر الليمون ليك ليك وراكي وراكي أميرة من هالطرف أيوه أميرة أميرة خلال دقيقتين لمت كل البوالين الصغار بس هدول عادي لأنه أصلا مو محسوبين هدول اللي مو ما فيهم مي نطقوا أميرة ربحتي أوكي هلا المهمة الثانية إنه أميرة تطق البوالين يلي بالسطل فرجينا ياهم كتار هدول البوالين يلي بالسطل لازم أميرة تطقهم كلهم بهذا العود والله بس حلوين أميرة قديش أعطيكي وقت؟ 3 دقايق 3؟ مع إنه سهل كمان ها 3 دقايق كتير بس يلا معلش يلا خدي يلا 1 2 3 بلشي يا أميرة دي بقى ايدك اوكي؟ يلا طقيهم أنا مش بي يلا طقيهم هنا لك عملتي أميرة طبو حطيهم على الأرض وطقيهم أحسن إيدك عشان ما تلزق إيدك أوه كبيتيني ورجعتي طولتي عليه طولتي على حالك هيك أميرة هيك رح ياخذ وقت كثير ماما بالعكس أميرة عم تقوم تحت المي أميرة صار دقيقتين طق ماما دقيقتين أوكي أوكي لسه باقي وقت لسه باقي معك دقيقة بيت كيلو شوي خذي كيلو شوي أميرة باقي معي 5 دقايق رح أجيب لها هدول اللي راحوا خلي خلي يا أميرة خلي خلي وين الباقي؟ في واحد تحت هون خلي ما في واحد هون أميرة باقي معك بس 20 ثانية ماما خلصوا؟ لا لا والله شكله خلصوا خلاص طيحوا لوحدي 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 هيك هم تنتين خلي تنتين طيحوا يلا بسرعة بعد ثانيتين أميرة واحد 2 3 لحظة أميرة ربحت أوه أميرة كانت متعبة؟ لا كانت حلوة كانت حلوة؟ إيه أوكي ما عطل جيبي لي هدول البوالين أوكي عجبوك البوالين؟ إيه عطل جيبي أميرة شو رأيك أعطيكي تحدي تطقي هدول البوالين الكبار؟ تسترجي؟ لا تخافي؟ إيه أوكي أميرة بتخاف تطقي البوالين الكبار مشان صوتهم صح؟ ايه اوكي يلا عادي لوين وصلت؟ صرنا اكتر من ساعتين وهلأ لهون وصلت شوفوا يعني لسه بقي هاد الخط وهذا الخط اميرة يمكن رح للعشاء ماما شو؟ رح يكون على جسمي ايه والله رح يوصل لهون شوفوا اذا تعبت رح يوصل لهون لا شو لا؟ لا خفيه عن جد؟ ما بدك هيك؟ اوكي رح نوقف المي تمام؟ رح اغرق شنو؟ اغرق رح تغرقي؟ ايه لكن شو هذا اللي لابستي وهالام اللي واقفه جنبك هدول شو؟ كلهم هذا كله فاضي فاضي؟ والله لا هذا لكن فاضي هذا كله مو فاضي لكن شنو؟ ها؟ كل هذا الحكي وفاضي؟ ها؟ فاضي؟ فاضي؟ أميرة هاتيهم
لك حاشة تربيني فيهم. أميرة رح تجرب تسطح. ما تشيلي المي؟ ايه. حاج هيك؟ ايه. اوكي أميرة عم تقول المي هيك حاج، ما بدها تعبي المسبح. كان راسي بالسطل. منيح ما فات راسك بالسطل أميرة. أنا بالسطل. يلا سطحي. يلا سطحي. شو؟ ماما شنو؟ عم تطير. عم تطيري؟ ايه. أميرة حلو السباحة؟ فرجي اذني. فات بإذنك؟ لأنه المي تعبت لهيك. لكن كيف رح تنامي فيها؟ قال بدها تضل 24 ساعة فيه ورح تنام كمان هون. أو رح تحطي راس هون ونام. فرجينا كيف؟ اوكي أميرة هيك رح تنام اليوم. بحاول. يي شو مريحة. ماما صوت ولاد الجيران. ماما عندي اندومي. اجيب لك اندومي؟ ايه. انت هلا جوعانة؟ ايه. اوكي هلا صار وقت الاكل أميرة. اسبح لحد تجي. اوكي انتبهي على حالك ما تغرقين. اوكي يلا واكل مي. تمام. عبيت إلي وإلها مشان بدي شاركها لأميرة لأنه ما في حدا يشاركها. ماما بغلط حطيت وجهي بالمي. بالغلط؟ أيوة شو صار؟ أميرة لساته سخن أوكي؟ أوكي. رح أجيب صحن وأجي. خليني. رح ناكل. صار وقت الأكل. حطيت وجهي بالمي. حطيت وجهك بالمي؟ إيه. ما خفتي؟ لا. برافو. حطيت المي. برافو هاتي إيدك. يلا. كلي صحنك وانا رح اكل صحني وهذا اللي ياكل مي كمان. يلا كلي. اوكي يلا بلشي. ممكن الدولاب شيلي. شيلي الدولاب. يلا طالعي. ما ما بس خلصي اكل ارجعي. ايه. طيب اندومي من البحر. ليش واحد يجوع؟ بس واحد يسبح بيجوع أميرة وكل شيء بيصير طيب. يلا كلي. ليش؟ بس انتي ما سبحتي. أيوة أنا جوعانة كمان. يلا كلي أميرة. طيب؟ أنا خلصت صحني وأميرة لساتها عم تاكل. لكن لما تسبحي شو رح تاكليني؟ أميرة هلا بس تخلصي أكل شو ضل عندك مهمة بتحدي اليوم؟ جيبلي فواكه. أوكي شوفوا الجو مانو شمس بس كتير شوب كتير كتير نار. أميرة اجا الفواكه. تعالي كلي فواكه. فواكه الصيف. هذا مشمش. ما تستغربوا احمر. مشمش اللي عنا احمر. وهذا كيوي. وهذا سوار الست. انتو شو بتحكونا لهاي الفاكهة؟ شو بتحكونا لهاي الفاكهة؟ نحن من إلا سوار الست. اكل ستك. احتاجي ستي؟ ايه. سوار الست ماما يعني. سوارة. تعرفي شو سوارة؟ سوارة؟ ايه؟ سوارة. تعي كلي. يلا تعي يلا بدون حكي زيادة. يلا تعي. بارد. بارد؟ بس طيب. هلأ أميرة عم تاكل فواكه. طيب؟ طلعت أميرة من المسبح لأنه صارت عاصفة عنا. لو ما طلعت أميرة كان أميرة كمان رحت مع العاصفة لا سمح الله. أميرة هلا لازم فورا نفضي المسبح مش المطر. ماما أنا حتات البيت. أيوة والله أميرة شوفي المطر. أنا بيت الجيران ملابس. لك راحت البرداية لك راحت البوالين. لك أميرة راح البوالين ماما. ما راح كل شيء. وأنتي قاعدة عم تضحكي علي؟ لك
طاروا كل البوالين. لك بس شوفوا بوالين أميرة كلهم راحوا، أخذوهم العاصفة. تعالوا لك حدا يجي ساعدنا. تعالي يا بوالين، أميرة البوالين كلهم راحوا. ماما يا عاصفة جيبي لي بواليني. أحسن شيء قوم فضي المسبح وسكر الباب. لك أميرة بدنا نفضي المسبح، ماما بدنا نفضيه. خلاص ماما اليوم خلاص حاج، لغير يوم نعمل تحدي تاني. أوكي ماما. أميرة خلاص خلينا نفضي المسبح ماما. أوكي إنه صارت عاصفة مثل ما نكون شايفين، ما قدرنا نكمل التحدي، وهلأ رح نوقف التحدي. ماما لا لا تعمل رح يفوت المطر. دي مطر صار برا والله. بس شوفوا المطر يا جماعة، بس شوفوا المطر، بس شوفوا المطر. أميرة عم تقول عادي. شوفوا راحوا كل البوالين، أخاف أغراضنا كلهم يطلعوا لبرا. شوفوا الأولاد عم يصرخوا برا. شكلهم وراكم صارت عاصفة قوية، فاضطريت إني أوقف الفيديو ماما. لك راحوا البوالين كلهم. يا خسارة قديش ضليت أنفخ فيهم. يا خسارة قديش ضليت، قديش ضليت وأنا أنفخ فيهم. شو صار؟ أميرة مانك شايفة ماما صفى يدان برا. أميرة بس شوفي العاصفة، بس شوفيها ماما. شايفين المطر؟ ماما أنا ماما. أميرة ماما خلاص اليوم رح نوقف التصوير. أوكي ماما صفى يدان برا. الأستاذ عم تقولي التحدي ما تحدي. شوفي المطر، شوفي الهواء والبرق. ماما لكن خلي شوفوا هذا هو اجوانا نحن هون بالمانيا. بيكون الدنيا شوب نار شمس، فجأة ينزل مطر وكأنه نص الشتاء. بس شوفوا العذاب. ابكي ماما خلص حاجة تبكي. أميرة حاجة تنقي ماما خلص رح نفضيه. شوفي ضلينا سامح نعمل. أميرة ماما ما شفتي شو صار فينا؟ صار لي ساعة عم ننظف وعم نشف وأميرة عم تبكي. آه ليش ما كملت التحدي؟ خلاص غير يوم ماما وعد. شوفوا البوالين راحوا كلهم. خذي أميرة بس ضللك هذا البالون، خذي. أميرة أميرة شوفي ماما بس طلعي فيني. بغير يوم وعد أعمل لك تحدي بالمسبح، وأحلى تحدي كمان، أحلى من هذا اليوم اللي عملناه. أوكي تقدري تراضيني؟ شو تقدري تراضيني؟ إيه بقدر أراضيكي. بس تعالي رح أطلع رح أعبي لك المسبح، ورح نعمل تحدي أحلى بكتير من هذا اللي عملناه اليوم. إيه مو اليوم لا ماما. صار مساء ماما شوفي الجو. كلكم ذكروني بالتعليقات انه ارجع اعملها لأميرة مسبح يوم كامل تحدي بالمسبح. اوكي او شو او شي تاني؟ لا مسبح. اي اوكي اوكي اميرة ضلت زعلانة، وهلا هيك رح نقلكم باي.